بلطجيه بلطجيه وعاملين لجان شعبيه بتقلدوا فيها الناس الشرفاء النظفاء. بس في فرق بينكم وبينهم، انتوا بلطجيه وهم شرفاء، انتوا معفنين وهم نظفاء. ايه خلاص خلاص زاطت وباظت، كلها بقت لجان شعبيه وعاملين فيها ضباط. جربتوا ان انتوا تبقوا ضباط؟ شفتوا الساعه اللي انتوا بتقفوا فيها بالليل في عز الشمس؟ جربتوها؟ ما كنتوا نايمين، كنتوا نايمين ومرحرحين ومتغطغطين بالبطاطين الساراتوجا والسانتامورا، واحنا واقفين في عز التلج بالليل في الشمس والعه. بس هقول ايه، عايز اقول لكم ان لو في حد حاسس ان ممكن حد يتوسط له او شايف فيا خير والعياذ بالله ان انا ممكن اعمل له حاجه، بقول له ينسى، البلد والعه وانتوا في نظر القانون اشعال الفتنه والحرب الاهليه، والنظام القديم عيني هنا والنظام الجديد برضه عيني هنا، يعني انتوا مش خارجين من هنا الا بقدره الله عز وجل. انما ربنا ما قالش انكم بوظوا البلد الامين مصر ام الدنيا. يعيدني الكلب منك ليه؟ يا ابن الكلب يا ولاد الكلب اهو.